بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحي الله فضيلته وأهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بدأنا في حلقات ماضية بالتعليق على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واليوم يأتي الكلام حول الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فضيلة الشيخ، افتتاح هذه الآية بقوله أياما معدودات، هل المقصود بها رمضان أم في ابتداء الفرض كانت أياما غيره، حيث يلحظ التقليل في هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى أياما معدودات، اختلف المفسرون في المراد بها على قولين. قول الأول أنها ثلاثة أيام من كل شهر، أو هي يوم عاشوراء، وهذا في أول الإسلام، وهذا من باب التدرج في التشريع، لأن الأمور الشاقة لا يؤمر بها من أول مرة دفعة واحدة، وإنما تكون بالتدريج شيئا فشيئا. فشرع لهم في أول الأمر أياما معدودات، يعني ثلاثة أيام من كل شهر. فلما مرنوا على الصيام واعتادوه، نقلهم الله إلى صوم شهر رمضان. هذا هو الحكمة، وهي التدرج في التشريع، فيكون قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، يكون ناسخا لهذه الآية على هذا القول. والقول الثاني أن المراد بالأيام المعدودات هي شهر رمضان، وأنه لم يكن هناك نسخ، بل الأيام المعدودات هي شهر رمضان، ويكون قوله تعالى شهر رمضان مفسرا لها ومبينا لها. هذا أحد القولين في تفسير هذه الآية الكريمة. وقوله أياما معدودات، هذا من باب التخفيف على النفوس، في أنه لم يكلفكم بصيام الدهر كله، صيام السنة كلها، بل إنما كلفكم بصوم أيام معدودات لا تشق عليكم، وبقية السنة لم يوجب الله جل وعلا عليكم فيها الصيام، إلا من أراد أن يصوم تطوعا، وإلا فإن الواجب هي هذه الأيام. هذا من باب التخفيف على النفوس والتذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى، حيث اكتفى منهم بصيام أيام معدودات من السنة، وأباح لهم الإفطار في سائر السنة. نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ. أيضا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا. الآية، هل لبينتم حفظكم الله ما امتازت به هذه الشريعة الغراء من مراعاة أحوال الناس؟ وهذا أيضا من باب التسهيل على الأمة. أولا قال أياما معدودات، ولم يقل كل الدهر أو كل العمر. وثانيا
أنه سهل على أصحاب الأعذار فلم يوجبه عليهم، لم يوجبه عليهم أداء، وإنما أوجبه عليهم قضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر يشق عليه الصيام أثناء السفر، لأن السفر قطعة من العذاب كما جاء، فيشق على الإنسان أنه يجمع بين الصيام والسفر، لا سيما إذا كان السفر بوسائل غير مريحة كما كان سابقا على الإبل أو على الأقدام، وهذه الوسائل المريحة لا تستمر أيضا، من يضمن استمرارها؟ وأيضا هي ليست عند كل الناس، هذه الوسائل المريحة ليست عند كل المسلمين في كل مكان. فمن حكمة الله جل وعلا أنه شرع هذا التيسير للأمة، فالمسافر لا يصوم بل يفطر في سفره ويقضي بدل ما أفطر من أيام أخرى. كذلك المريض، معلوم أن المرض يشق على الإنسان من ما فيه من الآلام والأوجاع، قد يحتاج إلى تناول الدواء أو يحتاج إلى شيء من الشراب أو الطعام لأن المرض أضعفه، فلا يجتمع عليه صيام ومرض، فالله خفف عنه في أن يفطر ويقضي من أيام أخر إذا كان الصيام يشق عليه مع المرض. ثم قال وعلى الذين يطيقونه، أظنك تسأل عن هذا. نعم، هي الحقيقة عن أن تضمنت هذه الشريعة التيسير، نعم، على المسلمين، ولعله يأتي الحديث حول قضية القضاء وأيضا الناس يخمسوا في هذا. أيضا لو تفضلتم بالتعليق حفظكم الله على ما ذكر المفسرون حول قوله تعالى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قالوا إن في هذا إيماء إلى أن مشروعية الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر فإن في طياتها ما يدل على أن الله أراد بعباده اليسر، أي تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق، أفضل طبعا من إرهاق أصحاب الأديان الأخرى أنفسهم. تعليقكم فضيلة الشيخ على هذا الكلام؟ قد يكون هذا المعنى صحيحا، ولكن الظاهر من الآية أن هذا تعليل لقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن الله رخص لكم في الإفطار في حالة السفر وفي حالة المرض من أجل أن يرفع عنكم الحرج ويرفع عنكم العسر، لأنه كما ذكرنا إذا اجتمع على المسافر مشقة السفر ومشقة الصيام فإن هذا يشق عليه أو لا يتحمله، وإذا اجتمع عليه على المريض مشقة المرض ومشقة الصيام فإن هذا أيضا يثقله وقد يعجز عنه. فمن تيسير الله سبحانه وتعالى أنه جعل للمسافر رخصة وجعل للمريض رخصة في أن يترك الصيام في حالته الراهنة من السفر أو المرض ويقضي من أيام أخرى، لأن الله يريد اليسر ولا يريد العسر، وهو المشقة التي تحصل للمسلم وهي مشقة لا تتحمل أو مشقة شاقة جدا، الله لا يريد منا أن نكلف أنفسنا، كما قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله ليطهركم، وقال الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، لما ذكر رخصة المسح، لما ذكر رخصة التيمم على من عدم الماء أو عجز عن استعماله قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه الشريعة عموما شريعة اليسر والسهولة، فإنها لم تكلف الناس ما لا يطيقون، ولما نزل قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، فلم يحملنا ما لا نطيق، ولم يجعل علينا إصرا، لم يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. هذا من تيسير الله لهذه الأمة ومن سماحة هذه الشريعة العظيمة، لأنها تراعي الأعذار فتشرع لحالة الأعذار شرائع مناسبة تتناسب مع أهل الأعذار، بحيث يؤدون ما أوجب الله عليهم ويحصلون على الأجر والثواب ولا يتحملون ما لا يطيقون. نعم. الحمد لله. هل الرخصة مطلقة هنا في إفطار المريض والمسافر فضيلة الشيخ؟ المسافر نعم، كل مسافر ينطبق عليه أحكام السفر بأن يكون سفره سفر طاعة، سفرا مباحا، ما هو لازم طاعة، يكون سفرا مباحا ولا يكون سفرا محرما، وأن يبلغ المسافة وهي مسيرة يومين للراحلة فأكثر، ومسيرة اليومين تقدر اليوم بثمانين كيلو تقريبا، فإذا كان توفر هذا ليس هو سفر معصية وكان يبلغ المسافة فإنه يفطر حتى ولو لم يكن عليه مشقة، يباح له الإفطار للسفر، ولأن السفر لا يخلو من مشقة مهما قيل فيه من الراحة ومهما كانت وسائل الراحة، فإن المسافر يجد مشقة من السفر، فالمسافر يفطر إذا توفرت فيه الرخصة يفطر. أما المريض فإنه ما هو كل مرض، لكن المرض الذي يشق معه الصيام، أما المرض اليسير كوجع الضرس مثلا والصداع الأشياء اليسيرة هذه لا يباح الإفطار من أجلها لأن الصيام لا يشق. أما المرض الذي يشق معه الصيام فهو الذي المرض الذي فيه آلام وفيه حاجة المريض أنه يأخذ الدواء مثلا أو يجري عملية أو يحتاج إلى طعام أو شراب ما يصبر يعني طول اليوم، يحتاج إلى ما يقوي بدنه، فهذا هو الذي يباح له الإفطار. أما المرض اليسير والمعتاد فهذا لا يبيح له الإفطار. نعم. بعض الأمراض يا شيخ يكون الراحة فيها علاج يوصي بها الأطباء، هل كذلك إذا أوصى الطبيب بأن علاج هذا المرض أنه يفطر فهذا نعم هذا يدخل في الحمد لله في العذر الشرعي. نعم. لكن لو صام المسافر فضيلة الشيخ حكم صيامه هنا؟ نعم. لو صام المسافر المسافر والمريض وتحمل التعب صيامهم صحيح عند جمهور أهل العلم، لأن الرخصة لا يجب الأخذ بها ولكن يستحب ويتأكد الأخذ بها، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم فيها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وأجزل الله له المثوبة، وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، تقبلوا تحية زميلنا فهد العثمان الذي سجل لكم، ونلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.